مساء الخير عليكم. اليوم تغطيتنا راح تكون مختلفة في مكان راح يكون ضخم في أشياء جميلة. خليكم معانا. وين؟ توب سنتر. يلا نطلع من فتحة السيارة عشان نصور لكم هذا المكان. يا سلام ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. وهذا التوب سنتر موجود حي النهضة طريق المينا. تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الله وممتد لين الآخر. عندهم تخفيضات مرة قوية تبدأ من 9% إلين 70%. يلا نشوفها سوا. طبعا يا جماعة هذا أكبر مركز تجاري أنا غطيته. كل ما تحتاجه الأسرة موجود تحت سقف واحد. تحف، هدايا، ملابس، رجالي، بناتي، ولادي، أطفال، منظفات، كل شيء موجود عندهم. مساحة المبنى 14,000 متر. يلا خلينا ناخذ جولة نتعرف عليه. يا سلام، خلينا نبدأ بالقسم الرجالي. شوفوا يا جماعة، كل تشوفونه هذا يمين ويسار رجالي. عندهم تشكيلة واسعة، رسمي، كاجوال، سبورت، ملابس حق البيت. ديرة هالمكان. يا سلام، البدلة الرياضية الحلوة هذه الشتوية. طبعا هذا حجم جامبو ما شاء الله تبارك الله. كم سعرها هذه؟ شوفوا يا جماعة، من 120 ريال إلين 75 ريال، والحلوة هذه من 92 إلى 60 ريال. طبعا هنا يا جماعة مو فقط أسعار، لا، تتكلم عن موديلات، تتكلم عن أشياء جودة. يعني الحلو هذا من 140 إلين 75 ريال. لا، المكان هذا يا جماعة راح يكون ترند. وهذا القسم الشبابي إلين الآخر. طبعا لو أدري أنا كان جيت بالسكوتر هنا. محل ضخم يا جماعة. يعني هذه الحلوة الشبابية كم سعرها؟ 32 ريال، سعرها حلو، وبعد التخفيض كم؟ 25 ريال. وهذا قسم البنوتات الجميلات، شوف البجامات ما أحلاها. فساتين، بجامات، بنطلونات. موديلات حلوة وخامات مرة طيبة، يعني شوف الخامة هذه مرة حلوة. ومن 45 ريال إلى كم؟ 35 ريال. في منها طبعًا ألوان ومقاسات متعددة. بصراحة يا جماعة المكان قوي. خامات، موديلات، وأسعار. شوفوا كيف الموديلات. شيء حلو يا جماعة. وهذا قسم المواليد اللي تشوفون هذا يا جماعة كل قسم المواليد. هذه بوكسات مرة حلوين هذول حق هدايا، أطقم كاملة. صراحة يا جماعة المكان هذا يقول لك جيب الأسرة وتعال وقضي ملابس الشتاء، تعال خذها هنا بأقل الأسعار يا حبيبي. نطلع على الدور الثاني صور لكم الآن القسم النسائي. ما شاء الله تبارك الله، متخيلين يا جماعة الدور هذا كله دور نسائي فساتين. يا سلام، هذه البشوت، العبايات الشتوية هذه الجميلة. شوفوا موديلاتها مرة حلوين بصراحة، مرة عجبتني هذه. شوف الفخامة والحركات، 180 ريال مرة حلوين. شوفوا خامات جميلة، شوفوا الفروة هذه جنة. وهذه البنطلونات النسائية. يا سلام، حتى لو طولت عليكم اليوم في التصوير بس تحملوا، المكان يسوى يا جماعة. إلين النهاية هذه كلها بيجامات نسائية، أحجام متعددة، خامات حلوة. شوفوا الأسعار، من 95 إلين 60 ريال. حلوين. شوفوا شوفوا الموديلات. شو رأيكم في الأشياء الحلوة هذه؟ كم سعره؟ من 83 ريال إلين 50 ريال مرة. هذا القسم اللي تشوفونه كله خاص في اللانجري. شوفوا الموديلات، هذه صورة بانورامية من فوق حق قسم الأواني. شوفوا شوفوا الدلال يا جماعة، أواني، تحف، هدايا، نباتات صناعية هناك عندكم. هذه الشنط النسائية كيف أسعارها؟ من 64 إلى 30 ريال. وهذه الشنطة والتاج حقها من 45 إلى 20 ريال. تتكلم يا حبيبي عن 14,000 متر. هذا القسم قسم الشوزات النسائية، كاجوال، سبورت، رسمي، حق مناسبات. تخيلين يا جماعة هذه الشوزات الرجالية الولادية البناتية موجودة بالدور الأرضي. يعني الموديل اللي يخطر في بالكم
شكل المقاس راح تلقونه موجود. شوفوا يا جماعة هذه السراير حق الأطفال، الدراجات، القسم اللي هناك، يعني توب سنتر ايش يقول لك؟ يقول لك تعال هنا ووفر فلوسك وكل الخيار اللي تبغاه تلقاه موجود. هذا قسم المفروشات، كراسي حق الطلعات، حق الكشتات، جلسات الحلوة هذه. مكان أسعاره يا جماعة خيالية. شوف سجاد، وهذا قسم العطورات، عطورات، أطقم، إكسسوارات، قسم المكياج هناك. يعني هذا التصوير اللي صورناه على عجالة، وأحط لكم الآن سنابهم وإنستغرامهم، تابعوهم وشوفوا الجديد عندهم. صراحة يا جماعة المكان كده.